الحمد لله وكفى، وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، نبدأ في سنن أبي داود. نعم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب السنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الجهمية. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن حفص. أحمد بن حفص بن عبد الله، الإمام الثقة، قاضي نيسابور. نعم. قال نسائي صدوق. قال أخبرنا أبي حفص بن عبد الله، الإمام الحافظ القاضي، قال نسائي ليس به بأس. قال حدثني إبراهيم المطهنان. وثق ابن المبارك وأحمد قال ثقة، وقال ابن معين لا بأس به، وأيضا وثق أبو حاتم. قال عن موسى ابن عقبة، الإمام الثقة الكبير، قال ابن سعد ثقة لكنه قليل الحديث. قال عن محمد بن المنكدر، محمد بن المنكدر من الثقات الأثبات، قال الحميدي حافظ، قال أبو حاتم ثقة، قال ابن معين ثقة. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه، صحابي ابن صحابي، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له: أتراني ما كستك لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك، عمله بآثار صفات الله للفعلاء، لأن الله اشترى المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فرد عليهم أنفسهم ورد عليهم أموالهم أيضا في الجنة، وأعطاهم الجنة كرما وفضلا منه سبحانه جل في علاه. نعم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن نصر. علي بن نصر الجهضمي، وهو من الثقات الأثبات، رواه الجماعة. قال ومحمد بن يونس النسائي. نعم، وهذا مقرورا به. قال المعنى: قال أنبأنا عبد الله بن يزيد المقرئ، الإمام العالم المقرئ المحدث الحجة، قال النسائي ثقة. نعم. قال أخبرنا حرملة، حرمالة بن عمران، قال أبو حاتم يكتب حديثه واحتج به، وثقه ابن معين والعجلي والعقيلي. نعم. قال حدثني أبو يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو من الثقات، رواه الجماعة. قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، وأبو هريرة رضي الله عنه أرضاه وسيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، كان يقول: قال إخواننا المهاجرون أكثر علينا أبو هريرة، قال أنصار أكثر علينا أبو هريرة، قال فانشغل إخواننا المهاجرون بالسفق، وانشغل الأنصار بالزرع، ولازم أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، لذلك صار سيدا من سادات المسلمين، حمل لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله تعالى سميعا بصيرا. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعيه. قال ابن يونس رحمه الله: قال المقرئ رحمه الله: يعني أن الله سميعا بصير، يعني أن الله سمعا، أن لله سمعا وبصرا. قال يونس قال المقرئ: وهذا رد على الجهمية. قال أبو داود: وهذا رد على الجهمية. نعم، زيت الجنة. عندنا حديثان الأصل فيهما الرد على الجهمية، الباب بأسره هي في الرد على الجهمية. أول هذه الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن أو أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله جل في علاه. الملائكة هم خلق من خلق الله جل في علاه، خلقهم الله من نور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجان من النار، وآدم خلق مما ذكر لكم، في يقصد ذلك قول الله جل في علاه: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالملائكة خلق من خلق الله، وهم جماعات ولهم عقل
وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم أكرم خلق الله على الله جل في علاه، كما وصفهم الله جل في علاه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فمنهم حملة العرش، ومنهم أصحاب الذكر، ومنهم أصحاب حلق العلم، ومنهم الكتبة، ومنهم الحافظة، ومنهم الذين مع أعوان لملك الموت، ومنهم الذين هم أعوان لميكائيل الموكل بالمطر. فالله يعني خلق الملائكة خلق عظيم، والملائكة تملأ السماء، وفيهم كما قلنا الملائكة من الملائكة السياحين الذين يسيحون في الأرض يلتمسون حلق الذكر وحلق العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لله ملائكة يسيحون في الأرض ينظرون يلتمسون حلق الذكر وحلق العلم، حتى إذا وردوا حلق الذكر أو العلم قالوا بغيتكم هلما إلى بغيتكم، فيحلقون أو يعني يجلسون في هذه المجالس ويصعدون يعرجون على الله جل في علاه، فأسألهم وهو أعلم بهم يقول كيف وجدتم عبادي أو كيف تركتم عبادي وهو أعلم بهم، يقولون يمجدونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك إلى آخر الحديث. طبعا عندما يقول الله تعالى إني أعزتهم مما استعاذوا منه وأعطيتهم الجنة، فيقولون فلان جاء ما جاء إلا لحاجة، فيقول الله تعالى هؤلاء القوم لا يشقى بهم جلسهم، هذا من فضل الله على عباد الله جل في علاه. هناك ملائكة، الملائكة هؤلاء يعني وكلهم الله جل في علاه فقط بالطواف. هناك ملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المعمور قال يدخله كل يوم 70,000 يطوفون به لا يعودون عليه إلى يوم القيامة، كل يوم 70,000 متغيرين، كل يوم 70,000 يدخلون يطوفون بالبيت عبادة لله جل في علاه. وهناك ملائكة هؤلاء خلقهم الله جل في علاه حفظة يحفظون بني البشر من القدر، يعني يحفظون بني البشر من كل شيء ومن كل ضر إلا مما قدر الله عليهم. وهذا تفسير علي بن أبي طالب لقول الله جل في علاه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله. وملائكة مؤكلة بالمطر، وأعظم الملائكة قدرا عند الله جل في علاه نؤمن بهم وبأسمائهم جبريل عليه السلام هو أعظم الملائكة قدرا عند الله جل في علاه، وهو سيد الملائكة كما قال الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وبين الله مكانة جبريل عنده سبحانه جل في علاه، لأنه يعني الذي يسمع من الله جل في علاه ففزع فتأخذ الملائكة رعدة حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا لجبريل ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. جبريل عليه السلام مقدم على الملائكة وموكل بالوحي، وميكائيل موكل بالقطر بالمطر وهذا الرزق، ولذلك هو أحب إلى اليهود من جبريل لأنه فيه التكاليف. وإسرافيل هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن ينظر حتى يؤذن له فإيش فينفخ فيه، وصاحب القرن هو إسرافيل عليه السلام، وأنه موكل بالقرن. اللهم احفظنا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين، واختم لنا جميعا بالصالحات. وملك الموت وأيضا خازن النار، وأيضا مالك خازن النار، أنه قال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه قال إنكم ماكثون، وخازن الجنة. فهؤلاء الملائكة لابد من الإيمان بهم من ملائكة الله جل في علاه. وأيضا من الملائكة حملت العرش، هنا يقول سلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، فهذا وصف ملك ممن يحملون العرش. وانظر الوصف قال إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، من شحمة الأذن إلى العاتق مسيرة 700 عام. يعني دلوني بالله عليكم كيف أنا أريد من يصف لي هذا، خفقان الطير، ما أنا أريد يعني أحد له حسن تصور يصف لي ذلك، لن يستطيع على ذلك سبيلا. فكيف تفكرون في الله جل في علاه وفي صفات الله جل في علاه؟ لا يستطيعون. لو قيل له جبريل له 600 جناح صف لنا جناحا واحدا لن تجد ويستطيع، لن تجد ويستطيع على ذلك سبيلا بحال من الأحوال. فالغرض المقصود هذه ملائكة الله جل في علاه، وشوف عظيم ربوبية الله في خلق الملائكة. ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، وهذه دلالة واضحة جدا على عظيم ربوبية الله جل في علاه وعظيم خلق الله جل في علاه. لكن يا ترى ما العلاقة بين هذا الحديث وبين الرد على الجهمية؟ لا يمكن يكون المصنف قد بوب بابا وأتى بحديث تحت هذا الباب ولا علاقة له بها، فما علاقة هذا الحديث بالرد على الجهمية؟
لو ما أجبتم سأقسم أن الدرس قد انتهى اليوم، وأقسم تاني أنه ممكن المسألة تتطور. سبحان الله. نعم فضيلة الشيخ محمد، حفظك ربي ويسع عليك أمرك، أريدك كما قلت لك تضع لنا في الصفحة بس بعض قراءاتك لو سمحت. ها خلاص اكتب له يبعث لك الرابط وانت تنشره. ما السؤال؟ حاضر يا شيخ أشرف. السؤال: المصنف بوب بابا قال الرد على الجهمية، وأتى بحديث يتحدث عن ملائكة محمد العرش، فما العلاقة بين الحديث وبين الباب وبين التبويب؟ لا أرى إثبات السمع والبصر الذي ينكره الجميع. لا لا لا، هذا في الحديث الآخر أبا الوليد، أنهم أثبتوا هذا الوصف الملائكة، فلا فمن باب أولى إثبات صفات لله الذي في علاه. جزية الجنة ممسدد، لكن أنا ما أرى إجابات لأحد، وممسدد هي اللي عندها الإجابة بعدها. واجيبوا الزبل فوز واحدة من باب أولى أنهم لا يستطيعون تجيب صفات الملك الملك، فكيف بالخالق؟ جيد، لكن ليست هي يا حبيبي. أجبت أنت؟ طب نشوف بس إجابة وين، فين إجابة عمر؟ رادع جميع من إثبات صفات الله تعالى أنهم ينفون الصفات بشوف الترسيم، ونحن نقول ذات الله لا يزال أحد. ممتاز، لكن ليست هي. أمجد قال إثبات سمع، ليست هي أمجد، هذا في الحديث الثاني، بقول الحديث الأول. أنا أؤخرك لأن أنا عارف أن هي عندك، أكتب معك الكتابة. ما العلاقة؟ أشاوس رددوا، لا حول ولا قوة إلا بالله، الذي يتقن أقوال هؤلاء طبعا إجابة بشار خلاص. إيش عندك طبعا؟ وبقى خلاص العرش هو العرش، لازم إثبات العرش، هم لا يثبتون العرش. لا أنت ما أجبت الحق. بشار وسكينة وشيخ إبراهيم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شيخ إبراهيم حفظك ربي، وعمر أيضا قال العرش. ما هي خلاص والله يعني أنت أنت قبل بشار. نعم العرش، إثبات العرش رد عن الجهمية، هم لا يثبتون العرش. وطبعا إذا أثبتنا العرش قد أثبتنا صفة من الصفات التي يفونها وهي الاستواء. يبقى محل الحديث هنا الكلام على إثبات العرش أولا، إثبات العرش، وإثبات العرش يستلزم إثبات الاستواء على العرش، وهم ينكرون الاستواء ينكرون العرش، وكما بيانت لكم قبل ذلك على ما قال الجويني، ولكن الجويني طبعا الحمد لله أخف وطأة في كلامي من هؤلاء، هؤلاء ينفون الاسم والصفة بالأحوال جميعا. فإذا في هذا الحديث فيه رد على الجميع بإثبات العرش، لأنه قال من حملت العرش، يبقى إثبات العرش وإثبات الحمل لهم، إثبات العرش وإثبات الحمل للعرش. فإذا صراحة بص بشار طلع يعني منصفا وقال سعيد كتب قبلي، يعني أنصفك. فإذا هي صفات العرش إثبات العرش وإثبات الاستواء، فعرش الله تعالى عرش عظيم كما بينا في الدرس الماضي، وهنا أيضا في رد على الجهمية بإثبات صفة الاستواء، قد قال الله جل في علا الرحمن على العرش استوى، وضابط الاستواء هنا بأنها من الصفات الفعلية، هي من الصفات الفعلية، والاستواء معناه العلو، وقلنا الاستواء يأتي يتعدى بنفسه، يتعدى بإلى، يتعدى بعلى، والاستواء إذا تعدى بنفسه معناه النضج. الطعام استوى يعني نضج، وأيضا يتعدى بعلى بإلى، ويكون بمعنى القصد، قصد كما قال البيهقي في كتاب أسماء وصفات، قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال قال وإن تعدى الاستواء بإلى يكون معنى القصد، كما قال الله تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات قصدهن، فيكون معنى القصد. أما إذا تعدى بعلى فهو على العلو، على وارتفع، إذا تعدى بعلى فهو على العلو، لذلك قال الله جل في علاه الرحمن على العرش استوى. آيات كثيرة جاءت
تصرح بالاستواء على العرش. فهذا الرد على الجهمية ورد على أفراخ الجهمية أيضا في نفي الصفة. فالحق بأن عرش الرحمن ثابت كما بينا، وأن الاستواء ثابت، وإثبات هذه الصفة إثبات بالكتاب وبالسنة، وأيضا بإجماع أهل السنة، بل وأيضا بإيش؟ بالعقل، وسنبين كيف يكون ذلك. أما بالنسبة للكتاب الرحمن عرش استوى، وبالنسبة للسنة حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ما بين السماء والأرض مسيرة 50,000 سنة إلى أن قال، وبين السماء السبع والماء مسيرة 50,000 سنة، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. وقلنا هذا موقوف بمعنى حلو حكم المرفوع لأنه من باب الغيب. فإذا النبي السلام يثبت العرش ويثبت أيضا الاستواء. والحق أننا يمكن لنا أن نثبت من السنة صفة الاستواء بإثبات أصل العرش. إذا أثبتنا العرش فقد أثبتنا الاستواء. وهذا لأننا عندي الدليل أن العرش محله أن الله تعالى قال استوى على العرش. فكلما أثبتنا العرش أثبتنا الاستواء. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اهتز عرش الرحمن فرحا بقدوم سعد. فنثبت إذا اهتز عرش الرحمن فرحا، فالذي استوى على العرش هو من؟ الله جل وعلا. مفهوم؟ فإثبات العرش يلزم إثبات الاستواء، ليس هذا اجتهادا، ولكن بإيش؟ بالآية بالنص، الرحمن على العرش استوى. وإثبات هذه الصفة الفعلية نثبتها على ضابط عقيدة أهل السنة والجماعة، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولذلك لما سئل الربيعة، وهذا ورد عن مسلمة مرفوعا وموقوفا عليها والأسانيد فيها ضعف، أنا قالت الاستواء معلوم والكيف مجهول، الإيمان به واجب. ولذلك قالت والسؤال عنه بدعة. وهذا قاله أيضا ربيع الرأي شيخ مالك، قال الاستواء معلوم والكيف، مسلمة وربيع الرأي، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، قال الإيمان به واجب. وهذا اشتهر عن الإمام مالك لأنه رد على المبتدع لما دخل عليه الرجل وقال له الرحمن عرش استوى، كيف استوى؟ رد مالك ليس فيه نفي الكيف، فيه إثبات الكيف لكنه مجهول، غيب عنا. لذلك قال له والكيف مجهول، يعني هناك كيف لكنه بالنسبة لنا مجهول. لما؟ لأنه غيب، من باب قول الله في علاه يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فمسألة الاستواء ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع للسنة، أجمع الصحابة الكرام بأن الله تعالى فوق العرش وأعلم ما نحن عليه، وأن الله يرفع أقواما ويخفض آخرين، كما قال حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع القسط. والرفع هنا دلالة على العلو، دلالة على العلو. قال حجاب النور حجاب النار لو كشف الله أحرقت صبحات وهدي من انتهى إليه بصره من خلقه. وأيضا أجمع أصحاب على إثبات العرش وإثبات الاستواء على العرش، وأجمع وأيضا يثبت أو تثبت هذه الصفة بالعقل، لأن الاستواء على العرش في البشر كمال، في البشر كمال، صحيح ولا لا؟ لأن العلو كمال، فإن كان كمالا في الخلق فلأن يكون الله جل في علاه يتصف بهذا الكمال من باب أولى، فإذا نقول ثبت بالكتاب والسنة الاستواء، وأيضا إجماع السنة وبالعقل، وأيضا بقياس الأولى، وأيضا هذه الصفة على ضابط ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واختلف في ذلك طوائف في العرش، فأما الجهمية فأنكروه كلية، أنكروا وجود العرش وأنكروا الاستواء، وهم كما قلنا ينفون الصفة والاسم، ينفون الاسم والصفة. وأما استغفر الله، وهم يقولون بأن الله في كل مكان، وأما الآخرون من الأشاعرة فهم حرفوه، قل أولوه على ما يزعمون. والحق أنهم حرفوه وقالوا الاستواء بمعنى الاستيلة، وهذا لازمه وصف النقص لله جل في علاه، هذا من اللازم، وهم لا يلتزمون بهذا اللازم، هم يقولون ذلك فرارا من التشبيه على أن التشبيه فيه من شبه الله بخلقه فقد كفر. فلذلك نحن نقول
هم يفعلون ذلك ولا يلتزمون باللازم، ولكن حقيقة ما يقولون أن هذا لازم من لوازم قولهم بأن صلب العرش ثم استرده الله جل في علاه، لأنه لو قالوا بمعنى استوى استولى يبقى معنى ذلك أنه كان قد استلب منه ثم بعد ذلك استولى عليه. ها، وإن لم يكن الاستلاء فيها منازعة، من ينازع الله جل في علاه؟ من ينازع الله جل في علاه؟ المنازعة تمنع الربوبية، المنازعة تمنع الربوبية، لا يكون ربا من ينازع. ولذلك الله تعالى لا ينازع. أما سمعتم وقرأتم في قول لنا فعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لو أراد الله أن يتخذ وردا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. فالمنازعة تمنع الربوبية، المنازعة تمنع الربوبية. لذلك نحن نقول بأنه لازم قولهم بأن الاستواء بمعنى الاستيلة بأن هذا فيها منازعة، فيها أنه سلب منه ثم استرده، ولا يكون ربا إن سلب منه. ولذلك أنت ترى أفراخ هؤلاء جبرية، هم الذين قال قائلهم اللهم إنك تعلم بأن حمار هذا الرجل قد سرق وأنت لا تريد ذلك، أنت شابهت ما يعني استغفر الله، ماذا أقول؟ لا، هو الرجل العربي قال تعالى هذا ما أريد دعاءك هذا، إن كان سلب منه وهو لا يريد فقد يريد أن يعيده فلا يستطيع، ما انتهى الأمر بقى، سلب وهو لا يريد. وأنا لازمها كما قلنا وصف الله بالضعف، وصف الله بالنقص، أعوذ بالله من الخزلان. فتحريف الاستواء إلى استلاء كما قلنا فيه ما فيه من اللوازم الباطلة، وأيضا فيه ما فيه من الخطأ البين، ولا مسوغ لهم. هم قالوا المسوغ لنا بيت استوى بشر على العراق من غير سيف ولا من غير دم ولا سيف ولا من غير سيف ولا دم من العراق. طيب الآن حتى لو قلنا هذا بيت لنصراني لا يعرف في العربية، لو تنزلنا معكم السياق حاكم، ونحن نقول بأن التأويل لا نرده كلية ولا نقبله كلية. البيت فيه السياق، البيت فيه دلالة على أن معنى الاستوى هنا بمعنى الاستيلة، لأنه قال استوى بشر على العراق من غير سيف، يبقى استولى عليه ولا دم مهراق، مصالحة، أعطاهم المال. الغرض المقصود هنا السياق حاكم، لكن السياق عندنا لا يدل إلا على العلو. ولذلك قال أأمنتم من فوق من أأمنتم من في السماء، يعني من على السماء، وهو القاهر فوق عباده. نعم، بكيه هذا في الرد عليهم من لوازمهم، انهم يقولون انهم أصالة لا يثبتون العقائد بحديث الأحاد، فهم ألزمونا في المعنى، لأنه أصلا يهرب منك، يقول أنا ما أثبت الصفة، أنا أثبت معنى الصفة، فهم إزاي؟ لكن أنا أقول لهم أنتم هذه تتناقضون في كل شيء، وأن هذا التحريف الذي تحرفون عن صفة الله جل في علاه يصل بكم إلى الكفر. اللوازم لازم كفر، لوازم ذلك كفر، وهذا لازم باطل، وهذا لازم باطل. لذلك الاستواء في اللغة معلوم، والكيف موجود لكنه مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. هذا بالنسبة للحديث الأول. أما الحديث الثاني فظاهر جدا في الرد على الجهمية، لأنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه لما قرأ قول الله في علاه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله إن الله كان سميعا بصيرا، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه، والأخرى التاليه اللي هي السبابة على عينه. قال أبو هريرة رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعيه. الأصل أن هذا الحديث رد على الجميع بإثبات السمع والبصر، وهم ينفون السمع والبصر. وإثبات السمع والبصر ثبت لله بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة وأيضا بالعقل. أما الكتاب فقال الله صريحا إن الله كان سميعا بصيرة، إنني معكما أسمع وأرى، وعلى ذلك ترى كثير من الأدلة. وأما السنة فكثير من الآيات قد سمع الله قولتي تجادلك في زوجها، نعم، والله يسمع تحاوركما. وأما السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا. في رواية قالت تدعون سماعا قريبا، وقال إن الذي تدعون الأقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. نعم،
وكان السلام يقول سمع الله لمن حمده. وسمع الله ثلاث، سمع الله سمع عام وسمع خاص. أما السمع العام وسمع الربوبية يسمع الجميع، لا تختلف عنده اللغات سبحانه جل في علاه، الجميع يسمعهم كرجل واحد، ويكلمهم أيضا كرجل واحد كما يحاسبهم كرجل واحد يوم القيامة، لكن يسمعهم يسمع الجميع لا تختلف عنده اللغات سبحانه جل في علاه، لا تختلف عنده اللغات. الغرض المقصود بأن سمع الله جل في علاه أحاط بكل شيء، أحاط بكل شيء سمعا وبصرا وعلما سبحانه جل جل في علاه. ولذلك قال في البصر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يرفع القسط ويخفضه، حجابه النور، في رواية حجابه النار، ان لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه. فثبت بالكتاب وبالسنة ايضا، ثبت وأيضا بإجماع أهل السنة والجماعة، أجمع أهل السنة والجماعة بأن الله يسمع ويرى سبحانه جل في علاه. وبالعقل السمع في الإنسان كمال، والرؤية والبصر في الإنسان كمال، فما كان كمال للخلق فالخالق أولى أن يوصف به، فالخالق أولى أن يوصف به. عندنا في الرد على الجهمية كما قلنا إثبات السمع وإثبات وإثبات البصر، وهذا المحرفون يثبتونه، يقولون من الصفات المعنوية هنا يثبتونها من الصفات السبع التي يثبتونها، فلا نتعب أنفسنا في الرد عليهم في هذا الباب. وأما الجهمية فكما قلنا بأنهم من أضل خلق الله، بأنهم من أضل خلق الله. المسألة المهمة في هذا الحديث هو أن بعض العلماء قال لما أشار المسلم بإصبعه على العين وعلى الأذن، قالوا هو لا يقصد بذلك إلا السمع والبصر، وهذا حق يقصد السمع والبصر، لكنه نافى قال لا يقصد العين ولا الأذن على الجارحة. الحق أننا نقول الآن هذه المسألة مسألة شائكة، ولا يصح لأحد أن يدخل فيها وأن يتكلم فيها بنفي ولا بإثبات. أما العين فقد ثبتت لله جل في علاه، صفة العين ثبتت لله جل في علاه، قد قال الله جل في علاه تجري بأعيننا، وقال ولتصنع على عيني، وقال الله جل في علاه فإنك بأعيننا كما سورة الطور، فأثبت الله تعالى له العين. وقد قال مسلم إثباتا للعين لله جل في علاه عندما قال إن ربكم ليس بأعور وإن الدجال أعور العين اليمنى، فأثبت الله جل في علاه عينين. فإذا إثبات العين بالكتاب وبالسنة، أما الأذن فلا يقال لم تثبت ولا يقال أنها ثبتت، فلا يصح النفي ولا صح الإثبات. مسألة الأذن لا صح الإثبات ولا صح النفي، ولا يقال بأنه لا جارحة، وإن كانت الجارحة لا يقال هذا في صفات الله. ما ثبت عن الله فقد ثبت بلا تشبيه ولا تمثيل، ما ثبت لله فقد ثبت بلا تشبيه ولا تنزيه. لما قلنا عين ليس كعين البشر، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فإذا ثبتت الصفة لله جل في علاه فثبتت بلا تشبيه ولا تمثيل. فأما الأذن فالسكوت عنها، وإن كان بعضهم يعني ينقل عن أحمد أنه قال بإثبات الأذن في مسألة مفهوم المخالفة، أم لهم أذان لا يسمعون بها، وهذا فيه نظر، وأنا لا أقول به، بل أنا أقول نتوقف لا نثبت ولا لأنك قد تثبت ويكون الله قد نفاه عن نفسه وأنت لا تدري، لأنه من باب علم الغيب، أو تنفي ويكون الله أثبتها لنفسه وأنت لا تدري، لأن هناك أسماء وصفات لا يعلمها أحد إلا الله من باب العلم الذي استأثر الله به. ولذلك أنت تعلم بأنه قال أحمده عند السجود على العرش بعد التوسل بالاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوسل به، خر ساجدا قال فأحمد الله بمحامد علمنيها الآن، فهذا باب العلم الذي استأثر الله به لنفسه. فنقول بالنسبة للأذن لا نقول جارحة، بالنسبة لله لا نقول جارحة أو غير جارحة، نقول لو ثبتت تكون صفة من صفات الكمال والجلال والبهاء والعظم بلا تشبيه ولا تمثيل. وإن نفاها الله رافعنا فيها مع كمال إثبات كمال الضد، لكننا لا ننفي ولا نثبت. هكذا الصفات التي لم تأتي لا نفي ولا إثبات، حتى لا نقع في الخطورة، حتى لا نقع في قول لا نفي ولا، ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقدم بين يدي الله ورسوله. فهذا الحديث أيضا فيه رد على الجهمية بإثبات السمع والبصر لله جل في علاه، وسمع الله جل في علاه سمع إحاطة وسمع إجابة، سمع إحاطة وسمع إجابة، وسمع نصرة، سمع خاص سمع أخص الخاص، سمع إحاطة بأن الله تعالى أحاط بكل شيء، سمع إن الله يسمع كل شيء. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها سبحان من وسع سمعه الأصوات، إن المرأة تجادل
زوجها في ناحية البيت وغرفة صغيرة ناحية ويخفى عليها بعض حديثها، فأنزل الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وسمع إجابة كما قال سلم سمع الله لمن حمده، يعني سمع منه الحمد فأجابه، أو سمع منه الدعاء والثناء، لأن طبعا سمع الله من حمده دي إجابة الدعاء. توافقون أم تخالفون فتناقشون كيف؟ اكتب اكتب كلامي هنا اللي أريده، سمع الله لمن حمد، هذه إجابة الدعاء. ائتوني بقى هنا كيف؟ من قال نعم يأتيني بكيف، من قال لا يأتيني بكيف. لو رجعوا ليوسف لأتوا بالإجابة، إن ربي لسميع الدعاء. ممتاز يا بشار، جزاك الله خيرا. طبعا هذه آية من الآيات التي نحتج بها تصريحا على أن السمع سمع إجابة، سمع إجابة. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع، قال ها أي الدعاء أسمع، قال جوف الليل ودبر الصلوات، ودبر الصلوات. أي الدعاء أسمع، يعني معنى ذلك سمع إجابة. أنا بتكلم في سمع الله. يوسف 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 ارجع ارجع ليوسف عليه السلام ستعرف الإجابة. خلاص خلاص، هو يعني قريب منها جدا. تامر قال إن الله شكور. يا جماعة الخير، لما يقول سمع الله لمن حمده الحمد ثناء، والكريم يكفيه التعريض بالثناء للإجابة. ولذلك أنا قلت في حد قلب هذا ممتاز. أين هو؟ الله أكبر الله أكبر. هذا أنا قلت لكم يوسف يوسف يأتيكم بهذا لو رجعت. ها؟ لا تثريب عليكم اليوم. شوف أرايت ايوه، بس ما اتوا بالاجابه، لكن هو الكريم يكفيه التعريض بالثناء، فتكون هذه الاجابه. فلما احمد الله اثنى عليه خير الثناء، والثناء على الله يستلزم اجابه الاجابه عامه. وسمع نصره، وسمع النصره وهو اخص للانبياء. عندما قال موسى عليه السلام اننا خاف ان يفرط علينا ويطغى، قال لا تخاف انني معكما اسمع وارى. ولذلك ما استطاع لهم سبيلا، وفرعون اشتد عليه وما استطاع اليه سبيل، واراد قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك، وما فعل شيء، وما استطاع ان يفعل شيء، بل هو قتل كل الاطفال وطلع الطفل من بين الاطفال الذي قاتله هو الذي رباه في بيته. قال قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ينفعنا نتخذه ولدا. والبصر ايضا بصر احاطه، احاط الله بكل عباده. لذلك قال لو كشفه لأحرقت سبحات وادي من تأله بصره من خلق، وبصره ينتهي إلى جميع خلقه. وأيضا رؤية بصر من الرؤية، رؤية نصرة، وهي إنني معكما أسمع وأرى، أرى ما يدور معكم. الفوائد المستنبطة، أنا قلنا البصر بصر الإحاطة، بصر النصرة في هذا الباب. الفوائد المستنبطة، عظيم ربوبية الله جل في علاه بعظيم خلقه، ملك من شحمة الأذن إلى عتقيه، مسيرة 50 700 عام. سبحان الله، إثبات العرش ردا على الجهمية، إثبات الصفة مع لازمها، والآية تثبت ذلك. أين هذا؟ إثبات الصفة مع لازمها، الآية تثبت ذلك. ها استيقظ، صحة استيقظ. إذا لما انتهت الرسائل استيقظ سعيد، استيقظ. نعم، تؤدي الأمانات، إن الله سميع بصير، دلالة واضحة جدا على إثبات الصفة وإثبات اللازم. وهذا الذي نقوله للأشاعرة، نحن أسعد الدليل منكم، تثبتون أنتم اللازم ونحن نثبت الصفة ثم نثبت اللازم. والدلالة الآية،
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، فإذا أديتم الأمانات فإن الله يسمع التأدية ويرى التأدية فسيحاسب على ذلك. فنثبت الصفة ولازم الصفة. نعم، هذا وتر. أما ثلاثة خلاص نقف عند الثلاثة. نعم، أذن يعني أوحي عليه. نعم، الصناع عبادة. يقول لو كان لازم كلام البشر ظاهرا فهل يثبت كلاما له إن لم يلتزمه؟ لا، لا يثبت كلاما له. وهذا دأب المعتزلة، ونحن لا نثبت لازم القول بحال من الأحوال حتى يلتزم به صاحبه حتى لو كان ظاهرا. لازم القول ليس بقول، هذا الراجح الصحيح.